دلوقتي معاد موجز الاخبار مع دينا دينا شكرا لك محمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا في مختلف المجالات كذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وكذلك التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية والدولية كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والأمن الغذائي وجه رئيس السيسي بالتوسع في الخطط الوطنيه الخاصه بتعزيز دور الطاقه المتجدده وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر امدادات الطاقه التي تعتمد عليها عمليه التنميه في مصر بما فيها التوسع في طاقه الرياح من خلال الوحدات عاليه الانتاج لتوليد الكهرباء جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لاستعراض المشروعات القوميه في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقه الجديده والمتجدده كما تناول الاجتماع استعراض التدرج الزمني لاعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديده فضلا عن الموقف التنفيذي لامدادات التغذيه الكهربائيه للمشروع القومي لتنميه سيناء عقدت اللجنه الوزاريه العليا للحج اجتماعها برئاسه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي كلف بسرعه الانتهاء من الضوابط الخاصه باداء فريضه الحج هذا العام واعلانها حتى يتسنى بدء الاجراءات للراغبين في اداء الفريضه وشهد الاجتماع الاشاره الى عدم السماح بالحج على نفقه الدوله كذلك اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضه لمن لم يسبق له الحج اصلا افتتحت فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي والتي تمتد طوال عام 2022 وقد تم إطلاق دورة, دورة استثنائية من مسابقة تراثي التي ينظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضري للمصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول منظمة الأساسكو لاستلهام ذخائر التراث المعماري الإسلامي وذلك بالمسرح الروماني بصور القاهرة الشمالية وتضم فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 149 فعالية ثقافية وفنية وورشا للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة الأسسكو شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق فعالية قافلة وصل الخير من خلال كنيسة القديسة مارينا بهيج، وخلال القافلة تم توزيع صناديق المواد الغذائية على المستحقين من أهالي المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تصدر الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته ايمانويل ماكرون نتائج الجوله الاولى من الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه بفارق بضع نقاط مئويه عن منافسته اليمينيه مارين لوبان، وسيتواجه الاثنان في الجوله الثانيه في الرابع والعشرين من ابريل، ودعت احزاب اليمين وحزب الخضر والحزب الشيوعي والاشتراكي الى التصويت لماكرون في الجوله الثانيه لقطع الطريق على مرشحه اليمين لوبان، وتمثل هذه الكتله التصويتيه نحو 15% من الاصوات في الجوله الاولى بحسب التقديرات ذكرت وسائل اعلام اوكرانيه ان سلسله انفجارات قويه سم عدويها في مدينتي خاركيف في الشمال الشرقي وميكولايف القريبه من البحر الاسود في الجزء الجنوبي من البلاد. ياتي هذا في الوقت الذي قالت فيه نائبه رئيس الوزراء الاوكراني ايرينا فرشتشوك ان 2824 شخصا تم اجلائهم امس من مدن البلاد عبر ممرات الانسانيه. هذا وأجبرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نحو ربع سكانها بالبالغ عددهم 44 مليون نسمة على ترك منازلهم. نهاية موجز التاسعة فاصل لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.